في البداية طبعا حابين نهنئ منتخب اليد وفوزنا بكأس الأمم الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخنا والمرة الثالثة على التوالي، وتأهلنا كمان لأولمبياد باريس 2024. طبعا فوز مهم جدا لمنتخب كرة اليد في مصر، طبعا كعادته متفوق القارة الأفريقية، بيقدم نتائج قوية جدا وبيقدم يعني نتائج مذهلة جدا، يعني في فرق وفجوة كبيرة جدا ما بين المنتخب مصر بتاع كرة اليد ومنتخبات القارة الأفريقية. كمان منتخب اليد في مصر كمان متفوق عالميا، بنشوفه في المونديال اليد الأخير برضو بيقدم نتائج مهمة جدا، برضو فترة الاستعداد قبل بطولة أفريقيا لعب مع منتخبات أوروبية كبيرة زي منتخب الدنمارك وقدم برضو على الرغم من الخسارة ولكن قدم يعني نتيجة جيدة جدا، ولكن فوز امبارح بقى على منتخب الجزائر والفارق الكبير بثمان نقاط تقريبا 29-21، ده يعني 29-21 بالظبط، ده يعني فارق كبير جدا، بنشوف قد ايه ان منتخب اليد بقى فارق كبير جدا ما بينه وما بين المنتخبات الافريقيه الاخرى، وكمان في دي اول مره يتفوق فيها على منتخب الجزائر في النهائيات، لان سبق ان هم التقوا قبل كده مرتين في نهائي البطوله ولكن خسرهم المنتخب المصري، ولكن في العهد الجديد وفي يعني في اللي احنا فيه دلوقتي في اخر يعني 10 سنين تقريبا في تفوق كاسح للمنتخب اليد، وبيقدر ان هو يتوج بالبطوله ثلاث مرات متتاليه، ويعني احنا سعداء الحظ ان احنا نشوف تتويج المنتخب المصري طبعا. عندنا هنا في الصاله المغطاه باستاد القاهره. كتير بيسأل بقى شايف ازاي هيكون حظوظنا في اولمبياد باريس اللي جايه، وهل فعلا قادرين على الفوز بالبطوله؟ الفوز بالبطوله في باريس هيبقى الموضوع يعني صعب شويه، ولكن اكيد هيبقى في اداء قوي من المنتخب المصري في الاولمبياد اللي هتقام. هم بيمتلكوا روح قتاليه كبيره جدا. اكيد طبعا، لان هم يعني على طول بنشوف حتى في بطوله العالم بعيدا عن الاولمبياد وفي الاولمبياد كمان اللي فاتت منتخب مصر بيقدم نتائج مذهله جدا لغايه اخر نفس، بيلعب قدام المنتخبات الاوروبيه القويه يعني المتصدره للمشهد زي منتخبات اسبانيا والدنمارك وفرنسا، دول من اقوى المنتخبات اللي احنا بنشوفها في اوروبا في كره اليد، ولكن منتخب مصر لما بيلتقي مع احد المنتخبات دي بيبقى واقف قصادها الند بالند، ولكن طبعا في بعض التفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق في المواجهات دي، ولكن طبعا بنتمنى طبعا ان احنا نشوف منتخب مصر في الاولمبياد بشكل اقوى كمان من اللي احنا شفناه في البطوله الافريقيه، لان المستوى اكيد بيتغير وفرق الثقافات وطريقه اللعب ما بين افريقيا واوروبا طبعا هيكون متغير شويه، ولكن منتخب مصر قادر ان هو يوصل لابعد مدى في الاولمبياد، واكيد ما حدش يعني ما يتمناش ان احنا نفوز بلقب كرة اليد في الأولمبياد إن شاء الله.